معنى كلامك هذا انك انت تبين انت مرد على امنا وابونا يا وائل. مردت قالت يا وائل. يابا انا ماني وائل، ماني وائل، بغير اسمي انا. انا اسمي من اليوم وصاعد مطلق. شنو؟ مطلق، نعم مطلق، مطلق في انطلاق، في حرية. صح. حلو ترى الاسم. ابوي. ايه؟ ابوي ابوي. يلا زين يلا. انت من ابي صدقك عقب اللي سويته قبل شوي، بلا ما تقول لي. اسمع لك منه زين، ما عليك منه. والله عاد كيفكم وقلعتكم. يلا زين يلا يلا. عليك منه زين، هذا جاسوس، جاسوس هذا، واكيد بيعلم الوالد والده بكل شيء بنقوله هني، بس ما عليكم منه. سمعوني عاد، سمعوني، خلنا نتفق على الكلام بس. ها، الحكي اللي نتفق عليه لازم كلنا نلتزم فيه وننفذه حرف بحرف وكلمه بكلمه. يا اف عليك، يبقى احنا موافقين سر وانا احنا من ورائك. كفو كفو. اشوف تصدق؟ لا لا، مطلق وايد احلى على وجهك من والدي. اي لا مطلق. اشكرك اشكرك. مطلق مطلق كذي اسم، حتى انا بغير اسمي. انا اسم هنا هذا مو عاجبني، اسم يضيق الخلق. شنو هنا؟ اسم كله كدر. شوف انا معاك بكل كلمه وكل حرف، علشان انا بيك تساعدني وتخليني اهد الدراسه والمدرسه. حلو. شو اللي يردك؟ هدي الدراسه والمدرسه. اي والله، شو اللي يردك على رايي؟ هدي الدراسه والمدرسه. ضحكتني. شلون اهد الدراسه والمدرسه؟ تبي ابوي يذبحني؟ يعني انت ما تعرف ابوي؟ حر يعني من الصوب، مو كنا انا بس على عود شوي. يا هلا يبا، انا ما قلت شيء، هذا اللي قال انا يا وائل. تفضل.